السلام عليكم. لا ما معلش. هذا بالنسبة للشيخ، قد يسافر بعض الناس إلى خارج البلاد ويضطر ثم يتهيأ له فيخاف على نفسه، مثلا من يقول أنه يخاف على نفسه، طالت المدة أم قصرت، فيريد أن يتزوج ويخاف، طبعا ما تدخل المرأة كما أعلم إلا بده، فيتزوج وعنده نية الطلاق، الفرق بين هذا الزواج وزواج المتعة أو ما يسمى بالزواج العرفي في بعض البلاد، ما الحكم فيه والدليل؟ تزوج الإنسان بنية الطلاق محرم على المشهور من مذهب الإمام أحمد، وقالوا إنه مثل المتعة، لأن الإنسان نوى أن يكون زواجا مؤقتا، والمتعة زواج مؤقت. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فما دام هذا الرجل قد نوى التوقيت في زواجه فهو متعة، كما لو نوى التحليل، أي تحليل المطلقة ثلاثا بدون أن يشترط عليه، فإن النكاح يكون باطلا. وقال بعض العلماء إنه لا بأس به، أي لا بأس أن يتزوج الإنسان وليته أنه إذا فارق البلد طلقها. والفرق بينه وبين المتعة أن المتعة نكاح مؤقت بشرط، إذا انتهى الوقت انفسخ النكاح بدون اختيار من الزوج. وأما هذا فهو نوى أن يتزوجها بنية الطلاق إذا فارق البلد، ولكن قد يرغب فيها وتبقى معه. لكن فيه محذور غير التوقيت، وهو الغش والخداع للمرأة وأهلها، فإنهم لو علموا أن الرجل سيطلقها إذا فارق البلد لم يزوجوه، ويكون هذا قد خدعهم وغشهم، فمن هذه الناحية يكون حراما. لكن لو فعل الإنسان وأقدم على هذا الشيء وقال إنه سوف يغش، فإنه لا يسمى متعة، لأن المتعة كما قلت لك تكون محددة، إذا انتهى وقتها انفسخ النكاح بدون اختيار من الزوج. هنا الرأي الراجح أنه يحرم عليه ذلك، تحرم عليه أن يتزوج بنية الطلاق، وعليه أن يصبر ويحتسب، أو يتزوج بغير نية الطلاق، ثم إذا فارق له أن يطلق.